طبعاً هي فكرة المشروع اجت من نفس الناس اللي احنا كنا نزورهم ببيوتهم ونساعدهم، فكنا نلاقيهم عم يشتغلوا شيء حرفي على ايدهم، الست بتخيط لأولادها او الست بتعمل بالصوف. هذا الشيء كان مفك النظر لأنه مميز وحلو. أصلاً لخدمة هدول النساء السوريات اللي هن عم يجوا على الأردن وعندهم مهن يدوية خفيفة بيقدروا يساووا بالبيت. عم تحكي أنت أكثر من 70 سيدة، فهذا خلق فرص عمل لأكثر من 40 سيدة بعد ما بلشنا بعام واحد من المشروع. عشرة قرار جديد بالنسبة للسوريين إنه صار بيقدر يرخص الشركة مع شريك أردني برأس المال محدد، يعني ما في داعي حد 50,000 أو 100,000 بالبنك مثل ما كان بالقبل.